أهلا بحضراتكم. طبعاً مع اقتراب شهر رمضان، كل سنة طبعاً وحضراتكم طيبين، بتنتشر بقى المعارض المختلفة، وده طبعاً لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وده طبعاً عشان تتناسب مع الاحتياجات وتواكب طبعاً التحديات الاقتصادية طبعاً اللي كلنا بنعاني منها. السنة دي الحقيقة في معارض عديدة للسلع والغذائية اللي طبعا منتظر ان هي يتم افتتاحها طبعا قبل الشهر الفضيل. في تغطيتنا النهاردة هنقول لحضراتكم كل التفاصيل اللي بتخص هذه المعارض، لان طبعا المعارض دي مهمة جدا بالنسبة لكل أسرة مصرية، طبعا في ظل حالة الغلاء اللي كلنا بنشهدها. طبعا هذه المعارض هتكون وسيلة وأداة من أدوات الدولة المصرية لحل هذه الأزمة. في البداية يعني خلونا نستعرض مع حضراتكم تصريحات رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بمحافظة الجيزة، طبعا أستاذ أسامة الشاهد، اللي الحقيقة اتكلم عن تفاصيل إطلاق معارض أهل رمضان وأهم السلع المتوفرة، وأيضا التخفيضات اللي منتظر تكون موجودة وتنتظر الأسر المصرية في هذه المعارض. الأستاذ أسامة شاهد قال خلال يعني تصريحات صحفية لي أنه بيتم تغطية محافظة الجيزة من خلال وجود معرض رئيسي في العمرانية على مساحة 2500 متر، وده طبعا بجانب وجود أربع معارض أخرى لتغطية المحافظة، ووجود معرضين أيضا في أكتوبر طبعا التابعة لمحافظة الجيزة. وأكد كمان أسامة شاهد رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بمحافظة الجيزة إن كافة السلع هتكون متوفرة طبعا من خلال الأجنحة المختلفة اللي هتتضمنها هذه المعارض، وده طبعا من خلال التجار المشاركين في هذه المعارض، وده طبعا الغرف هتتعاون في هذا الأمر عشان يقدر التاجر إنه يوفر السلع المختلفة بتخفيض مناسب يناسب طبعا الأسر المصرية طبعا بمختلف طبقاتها. وهيكون في هذه المعارض مراقبة شديدة جدا للأسعار، وطبعا في سمعنا عن ان هيكون في لسة أسعار بالنسبة للسلع الاستراتيجية والسلع المهمة اللي طبعا بتبحث عنها كل أسرة، زي الأرز والسكر والزيت، السلع اللي ما بيستغناش عنها أي بيت في مصر. كمان رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بمحافظة الجيزة يعني اتكلم عن السلع اللي هتكون بيوفرها معارض أهل رمضان، بالإضافة طبعا للسلع اللي قلناها السكر والأرز والزيت، هيكون في بقوليات وخضروات وفاكهة، وكمان السلع اللي يحتاج ليها المواطن خلال شهر رمضان. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، المصريين طبعا يعني بيهتموا في هذا الشهر ان يكون في بعض السلع المرتبطة بهذا الشهر دونا عن شهور السنة، طبعا زي البلح واليميش طبعا هيكون متوفر أيضا خلال هذه المعارض، ومن خلال المنافذ اللي هيتم توفيرها لتوفير السلع بأسعار مخفضة. حقيقة كل ده بيأتي في إطار جهود الحكومة المختلفة اللي بتبذلها طبعا ممثلة في وزارة التموين على كافة المستويات طبعا قبل شهر رمضان، وده للتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية. طبعا يعني مفترض ان شهر رمضان يعني خلاص على الأبواب، هذه المعارض من المفترض انها تبدأ في تقديم خدماتها اعتبارا من 15 فبراير الجاري، وده لتوفير طبعا السلع بجودة عالية وأسعار مدعمة وتخفيضات فيها على فكرة هتوصل ل 30%، واعتقد ان ده ممكن يكون مناسب جدا لشرائح كتير من المواطنين، وهيكون بديل جيد قد يؤثر على اسعار السلع في الاسواق، لان يعني هو الموضوع في النهايه السلع عرض وطلب. النهارده لما تكون هذه المعارض بتوفر السلع هي نفس السلعه ولكن بسعر اقل من الموجود في السوق بره ب 30%، النهاردة التاجر اللي بيبيع بهذه الأسعار أو أسعار أعلى من الأسعار اللي بتوفرها هذه المعارض هيكون في حالة اضطرار، ما هو يا إما يخفض السعر
عشان يقدر يبيع ويقدر يواكب، لان الناس كلها طب هتروح على معارض اهل رمضان، خلاص البيع والشراء يقف عند التجار. لا، بالتأكيد هيكون في حالة من الموازنة، وقد ده يعني ينعكس على الأسواق بشكل جيد، إنه يحصل انخفاض في السلع اللي بيقدمها التجار في مختلف الأسواق التانية، وده اللي بنأمله الحقيقة، وده أظن هو الهدف الرئيسي من إقامة هذه المعارض، ليس فقط توفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة، لكن أيضا أنه ده أداة من أدوات الدولة اللي هي بتستخدمها وتتدخل في أوقات الأزمات عشان تقدر أنها تضبط الأسواق. صحيح إحنا بنتبنى طبعا استراتيجية السوق الحر، لكن في النهاية السوق الحر الدولة بتكون ليها فيه أدوات تقدر تتدخل في أوقات الأزمات عشان يحصل انضباط لهذه الأسواق. حقيقة في الإطار ده اتكلم الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وكان في تصريحات صحفية بالأمس إن معارض أهل رمضان بالمحافظات مفترض إنها هتفتح أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهر الجاري، وأكد كمان إنه هيتم إنشاء 3 معارض رئيسية في كل محافظة كحد أدنى، ده بالإضافة طبعا إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، وطبعا بالإضافة لمنافس جمعيتي اللي طبعا يعني اللي يحب من المسؤولين عن هذه المنافس إنه يشارك في هذه المبادرة، هيتم توفير سلع لي بأسعار مخفضة عشان يعني يوفرها للمواطنين بشكل جيد. كمان أضاف وزير التموين خلال اجتماع مع مديري المديريات إنه في تعاون وتنسيق كامل بين الغرف التجارية والمحافظين، وده طبعا من أجل التوسع في إنشاء معارض أهل رمضان والشوادر، وأشار كمان إلى إن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية هتشارك أيضا في معارض أهل رمضان وهيكون لها ركن خاص. خلال الاجتماع الحقيقة وجه الدكتور علي المصلحي هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين بسرعة التعاقد على كميات كبيرة طبعا من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة لها، بالإضافة إلى الأرز أيضا بما يعزز الأرصدة الاستراتيجية. طبعا احنا بنتكلم هنا عن سلع استراتيجية، يعني مفيش أي بيت ولا أي أسرة في مصر بتستغنى عنها طول السنة، وبالأخص كمان بيكون استهلاكنا منهم يعني أكبر وأكتر في شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا من ناحية تانية صرح معاون الوزير للشؤون، معاون وزير التموين طبعا لشؤون المشروعات والإعلام، بأن وزير التموين وجه الشركات القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر على بطاقات التموين، وكذلك زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية. وهنا الحقيقة يعني خلينا نتوقف للحظة عند هذا التصريح الحام، لأن لسه في ناس مش فاهمة. التموين بيوفر سكر غير السكر اللي حضرتك بتاخده لكل فرد، كل فرد طبعا ليه رصيد إزازة زيت وكيس سكر على بطاقة التموين، لكن في كمان إمكانية موفرها الوزارة إن حضرتك تقدر تاخد سكر بالسعر الحر اللي هو 27 جنيه، وده يقل يعني تقريبا 50% عن اللي موجود في الأسواق، لأن سعر السكر يعني سعره في الأسواق أكتر من كده بشكل كبير، لكن في ناس لا تعلم هذا، وفي بعض بدالين التموين لا يعني تخبر المواطن بأن هذه الإمكانية موجودة عشان يروح يبيع السكر بمعرفته في السوق الحر بأسعار أعلى. فحضراتكم ياريت يكون عندكم الوعي اللازم ويكون عندكم المعلومة، البطاقة اللي عليها أقل من 4 أفراد ليها كيس سكر بالسعر الحر 27 جنيه، بطاقة الأربع أفراد فيما أعلى ليها كيسين سكر بسعر 27 جنيه. دي نقطة مهمة برضو حبينا يعني الشيء بالشيء يذكر كده، وإحنا بنتكلم عن يعني إجراءات وأدوات الدولة، طبعا معارض أهل رمضان وغيرها من الإجراءات الحقيقة الدولة بتتخذها لحماية المواطن وتخفيف عن كاهله. دي برضو كانت من ضمن الأدوات اللي يمكن يعني ناس كتير كان غايبة عنها المعلومة، وناس كتير كانت بتسأل ومش عارفة ومش متأكدة، لكن حبينا برضو ان احنا نبرزها من خلال هذه التغطية. عندنا كمان اللي بنتكلم عنه معارض اهل رمضان
إن شاء الله يعني تكون ليها تأثير كبير على الأسواق ويكون في تخفيض للأسعار خلال الفترة القادمة. طبعا في نهاية هذه التغطية لا يسعنا إلا أن نشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.